الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقر مجلس الوزراء امبارح مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للبريد، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقام بالتوقيع السيد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد. بعد التوقيع صرحت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع الرقم البريدي الجديد بيهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات التوصيل والتوزيع في الجمهورية بالكامل، بما يساعد على نمو الخدمات الحكومية للهيئات والمواطنين. كمان بيدعم تخطيط حكومي أكثر كفاءة في عدة مجالات زي الإسكان والضرائب والإنقاذ والطوارئ والمرافق إلى آخره، بالإضافة إلى دعم نمو التجارة الإلكترونية وصناعة التسويق المستهدف.